معكم سيف الدين بورا، خريج أكاديمية محمد السادس. حمل قميص الوداد البيضاوي يعتبر ماشي سهل. ملي كدير داك التوني على كتافك، يعني خصك تعطي مجهود كبير وكتمثل واحد الجمهور اللي كبير. وكنتمنى ان شاء الله نكونوا ديما في لو توب ونرضيو الجمهور ديالنا ان شاء الله. بيان سور ليكيب ديال الوداد فريق ماشي سهل اللي كيلعب على جميع التظاهرات، يعني ما خصكش ماشي بحال اي فريق. وبالفعل الوداد البيضاوي هاد السنه دوز 4 المدربين، وداكشي وهادي بالنسبه لينا حنايا راه قضيه اللي مزيانه، كنستافدوا من اي مدرب كيجي كناخذوا منه حاجه مزيانه. وكيف ما كتشوف دابا الوداد راه غدا مزيان، وراه هي فيناليست ديال الشامبيونز ليغ، دابا داز للدومي فينال ديال لا كوب دي ترون، وغدا في البطوله وان شاء الله نحقق كل شيء هاد العام. لا فورماسيون ديال الاكاديمي ديال محمد السادس كانت فاعل الخير بالنسبه ليا. هي اون فورماسيون اللي كتنفعك حياتك كامله، لا في حياتك الكرويه لا في حياتك العاديه. اون فورماسيون اللي ما ندمتش عليها، وكنتمنى الدراري اللي طالعين حتى هما يمشيو ان شاء الله الاكاديمي ديال محمد السادس، حيت ما غاديش يندموا على هادشي. بالفعل هاد اللقطه اللي تكلمتي عليها ديال كنا دو دو وكنا كنديروا لابريسينغ او للسندونس، سي نورمال هادشي تكلمنا عليه في الفيسير، هو دولينا على هادشي قال لنا ما خصناش نرجعوا للور نكونوا متعادلين ولا رابحين، حيت الا رجعنا للور غادي يبقاو مهاجمين حتى غادي ماركيو. وقال لنا غادي نبقاو بريسينهم حتى لنهايه المقابله، وداكشي اللي وقع. غنقول لك مباراه ماشي سهله كونتر اون بون ايكيب، حتى الوداد فرقه مزيانه وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. لا دابا حنا دابا كنمشيو بمباراه. دابا البارح كان عندنا لا كوب دي ترون، كنا مركزين على لا كوب دي ترون، دابا الويكاند الجاي عندنا البطوله، يعني مركزين على البطوله، كنمشيو بمسابقه. هي مباراة ديال الديربي ماشي كيف ما جميع المباريات، سي نورمال. مي دابا حنايا خصنا نديروها بحال جميع لي دومي فينال، يعني لي دومي فينال ما كيتلعبوش كيتربحو، وهادشي اللي كاين. اول حاجه انا جيت للوداد باش ندي الالقاب، وانايا هاد العام هذا طامح باش ندي ان شاء الله جميع الالقاب مع الوداد، والحلم ديالي هو حمل القميص ديال المنتخب الوطني وان شاء الله نحترف في الدوري الاوروبي. انا دابا حاليا مازال اون بري من شباب محمديه للفريق الوداد البيضاوي، ودابا كاينين مناقشات بين لاجون ديالي ورئيس الفريق الوداد البيضاوي. كنتمنى ان شاء الله يكون خير، حيت فريق الوداد البيضاوي راه ماشي فريق سهل تلعب فيه، بالعكس انا مفتخر بلي انا كنلعب فيه. كنشكر جمهور الوداد البيضاوي على الدعم ديالهم طيله هاد السنه، وكنتمنى ان شاء الله من نحسموش راسنا ومن نحسموش بهم، ونديو ان شاء الله جميع الالقاب، وحتى هما ما يبخلوش علينا ان شاء الله بالتشجيع ديالهم، ان شاء الله ما يكون الخير.